مرحبا، كيفكم؟ معكم سلو من قناة ألوان تيوب. فيديو اليوم رح أحكي لكم فيه حقائق ومعلومات عن عيلة نور، بس قبل ما نبلش انزلوا لتحت شوي وحطوا لايك للفيديو واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس. عائلة نور أو نور فاميلي. تتكون العيلة من شاهد ومي ونور وفجر، والمصورة أم نور. أما جنسية العيلة فهي بتحمل الجنسية الكويتية، والعيلة انولدت في الكويت وأصلها من الكويت وما بسكنوا بنفس البيت، وزارت العيلة عدة دول منها تايلاند ومصر. أول شيء عن نور، اسمها نور الكندري وانولدت بتاريخ 17/7/2009 ميلادي، وعمرها صار 11 سنة، وعندها إخوة اثنين هم فهد وتركي، وأخت واحدة اسمها فجر، وإمها ما بتظهر على القناة. وكتير ناس بتفكر إنه مي هي إمها، وهي المعلومة غلط، لأنه مي هي خليتها لنور، ونور شاطرة في التمثيل ومثلت في مسلسل سكان أمه مع خليتها ميمي، وغنت في عدد من الكليبات مع ميمي مثل كان يا مكان وخيال العطور وإخوانها فجر وفهد وتركي وشوشة وألا وإسراء وفضول وشهد ومشاري وتوتا ومنى أولاد خالاتها. وإم نور هي اللي بتصور في القناة، وعندها توأم هي إم منى. وهواية نور القراءة والكتابة، وطعامها المفضل البيتزا، وعندها قناة على اليوتيوب باسم نور كيو 8 فتحتها سنة 2018 واشترك فيها أكثر من 1.5 مليون مشترك. تاني شي عن مي، اسمها مي التميمي وعمرها 36 سنة، وهي من مواليد 8/2/1985 وبدلعوها باسم ميمو أو ميمي أو ميوش، وهي فنانة اشتهرت عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مسلسل انستجرام اسمه سكان امه وبيحكوا لها ميمي، وبتكون ميمي خليتها لنور، يعني مي اخت امها لنور. وبتشتغل مي مؤلفة وكاتبة ومخرجة وممثلة، وكانت بتشتغل مدرسة موسيقى. عندها اخت اسمها منى، ابنائها فاضل وعلي، وكمان اخت اسمها حوري، وفي عندها طفلين هما شهد ومشاري، ودرست موسيقى ومثلت في مسرحية الثلاجة، وعندها قناة على اليوتيوب اسمها مي التميمي فتحتها سنة 2016 واشترك فيها أكثر من 680 ألف مشترك، وعندها حساب على سناب شات باسم ميس كاتي، وعندها حساب على انستجرام باسم ميس ميمي، بتابعها فيه أكثر من 300 ألف متابع، وبتحب تسمع موسيقى وبتحب القراءة، وبنتها شاهد عندها صوت حلو كتير، وهي من مدمنات القهوة وبتحب الميك أب. فجر هي أخت نور في صف تاسع، وهي أكبر من شهد بشهرين، وهي من مواليد 28/10 وعمرها 16 سنة، وهوايتها الرسم، وطعامها المفضل الهمبرجر، وعندها حساب على الانستجرام بتابعها فيه 5800 متابع، وكان عندها حساب قديم اتبند. شهد هي بنت خالة نور، وهي من مواليد 9 يناير، وعندها حساب على الانستجرام بتابعها فيه أكثر من 140 ألف متابع. عن قناة نور فاميلي، انفتحت القناة سنة 2019 وبالتحديد في 26 فبراير، وحققت القناة أكثر من 1.3 مليار مشاهدة، واشترك فيها أكثر من 2.480 مليون مشترك. في نهاية الفيديو تابعوني على الانستجرام، حطيت لكم الرابط في صندوق الوصف، ولا تنسوا الاشتراك بقناة ألوان تيوب وقناة وايت تيوب، وكمان فعلوا جرس التنبيهات حتى يوصلكم كل جديد. سلام.